الصبر ليس على فراقك يحسن، ولمثل هذا الخطب تبكي العين. يا من تحركت النفوس تأسفا لفراقه، هيهات بعدك تسكن. فلئن تمكن منك سلطان الردي، فنفوسنا فيها الأسى متمكن. في غير خطبك ليس تسكب عبرة، إذ كل شيء بعد فقدك هين. يا عين جودي بالبكا وتكلمي، بمدامع إن المدامع ألسن. هل ثم عين لم تجد بدموعها لهفا عليك، ومقلة لا تحزن؟ أو ثم قلب لم يمزقه الأسى؟ أو هل هناك قوة لا توهن؟ تالله ما الدنيا بدار يبتغى فيها البقاء، ويطيب فيها المسكن. كلا ولا للدهر عهد يرتجى منه الوثوق، وليس منه مأمن. والأرض يورثها الله عباده، وهم مسيء نفسه أو محسن. كأس الممات على البرية شربه حتما، ومنه ليس ينجو ممكن. كيف النجاة من الممات، وهذه جند المنية بالأسنة تطعن؟ أم كيف يطمع في الصفاء فتى له بالطين والماء المهين تكونا؟ والمرء مرعى الموت، فهو إذ نجا منه النهار ففي غد لا يمكن. لا ينفع الأسف النفوس أو الأسى، الكف أولى والتصبر أحسن.